برحب فيكم أعزائي الطلاب بدرسنا المادة أو المركب العضوي الثاني اللي هو الدسم أو الليبيدات. الليبيدات طبعاً الكلمة الأجنبية للدسم، الزبدة والسمنة الزيت، هدول هن المواد الدسمة. طبعاً أنتو بتعرفون ما في داعي نحكي. فعلنا هون سؤال نشاط بيقولوا أنه لماذا يكثر السكان المناطق الباردة من تناول المواد الدسمة؟ لأنه المواد الدسمة تعطي كميات هائلة من الطاقة. السكر يمد بالطاقة، لكن الدسم يمد أكثر بالطاقة، يمد الخلية وبالتالي يمد الجسم. الآن التركيب الغشاء السيتوبلازمي، إذا منتذكر من هذيك السنة، هي عبارة المادة الرئيسية فيه هي عبارة عن ماذا؟ دسم فوسفورية. كمادة حيوية صناعية يدخل الدسم الزيت في صناعة الصابون. فإذا الدسم هي مادة مهمة جدا. تعريفها أولا، مركبات ضخمة، شايف قديش فيها كربون وهيدروجين، هاي سلسلة الكربون وهيدروجين وأكسجين، ومركبات الغير قطبية يعني ما لا شحنة، ذات ملمس دهني لا تذوب في الماء، تنحل في المذيبات العضوية. كلياتنا بنعرف انه الزيت ما بينحل بالماء، ما هي تختزن الطاقة في روابطها الكربوهيدروجينية، كلها هيدروجين وكربون، الطاقة وين موجودة؟ بهالروابط، تمام؟ فلذلك هي غنية جدا بالطاقة. طبعا نحن بنعرف انه اين تختزن الطاقة دائما؟ في الروابط بين الذرات. اهمية الدسم كالعادة، نحن كل مادة اهميتها تعريفها وبعض المعلومات الكيميائية عنها. تدخل في تركيب الغشاء، ما هيك، والنسيج العصبي، تنتج الطاقة، لذلك تختزن في عند الحيوانات ذات سبات شتوي، تعمل كعازل حراري وتمتص الصدمات، من أجل ذلك هي تصنع نسيج شحمي تحت الجلد بأجسامنا وأجسام كل الكائنات الحية، مصدر غذائي لكثير من الفيتامينات مثل فيتامين دي وإي وكي. فإذا هي أهميتها، شايفين قديش أهميتها كبيرة جدا، بنائية ووظيفية، تبني غشاء وتنتج طاقة للجسم. نبدأ بتصنيفها أنواعها، يعني فعنا دسم بسيطة والدسم المعقدة واستيرويدات، هدلون مجموعاتها الأساسية. نبدأ بالدسم البسيطة، كل صورنا بتشهي الأكل ما؟ نعم. نبدأ بالدسم البسيطة، نتعلم عنها هالمعلومتين الصغار، وأولهم هو تركيبها الكيميائي. فقال من صف تاسع يمكن بنعرف إنه الدسم البسيطة هي عبارة عن حموض دسمة وجليسيرول. لما بتتفكك الدسم البسيطة بتعطي حموض دسمة وجليسيرول، ما هيك؟ يا سلام. إذا الحموض الدسمة، هلأ منتابع الحموض الدسمة، حموض كربوكسيلية ذات سلاسل كربونية طويلة. السلاسل الكربونية صرنا بنعرفها، مو هيك؟ فالسلسلة إذا كانت روابطها الكربونية مشبعة، يعني مفردة كلياتها روابط، فعندها ستشكل دسم صلب مثل الزبدة، وهذا الحمض الدسم اللي بيدخل بالزبدة اسمه حمض الزبدة. الغير المشبعة إذا كانت الروابط الكربونية يعني ثنائية أو ثلاثية بين الكربون أو بين الكربون والهيدروجين، بين الكربون والكربون، ما في بين الكربون والهيدروجين، فبتشكل دسم سائلة مثل الحمض الدسم الذي يدخل في تركيب الزيت، حمض الزيت بنسميه. إذا الحموض الدسمة حموض كربوكسيلية. شو يعني كربوكسيلية؟ يعني فيها بآخرها جذر الكربوكسيل اللي هو COO، ما هيك؟ والأتش يعني هي رمز الحموضة. فهي الحموض الدسمة ونوعها، مشبعة شو يعني؟ وغير مشبعة ماذا يعني أيضا؟
وأمثلة. الجليسيرول الجزيء الثاني من الدسم البسيطة هو غول كحول ثلاثي الوظيفة OH OH OH. كم وظيفة OH؟ كم وظيفة غولية فيه؟ 3. وكم ذرة كربون؟ 3. والبقايا طبعا هيدروجين. إذن هذا التركيب الكيميائي لمين؟ للدسم البسيطة. كيف تتشكل؟ كيف تنشأ كمادة كيميائية؟ قال من تفاعل، طبعا مادة كيميائية عضوية، من تفاعل ثلاث حموض دسمة مع جزيء جليسيرول واحد. فهاد هون هو حمض دسم، هذا الجذر الكربوني هون سلسلة الكربون الطويلة، وهي جذر الكربوكسيل COOH. هاد أول واحد، هاد الثاني، هذا حسميه R1 R2 R3، يعني أنه أنا عندي ثلاث حموض دسمة مختلفة عن بعض البعض، ترتبط مع جزيء كربوكسي مع جزيء جليسيرول واحد عن طريق تفاعل الزمرة الغولية مع زمرة الأو اتش تبع زمرة الكربوكسيل الخاصة بالحمض الدسم. فبيتفاعل اتش اثنين مع بعضهم طلع او جزيء ماء، وبيبقى الأكسجين ليربط بين بأول رابط بين الجليسيرول والحمض الدسم الأول، وهيك الثاني، وهيك الثالث. فبيطلع عندي هذا المركب كلياته عبارة عن دسم بسيط. كم جزيئة حمض دسم فيه؟ 3. كم جزيئة جليسيرول فيه؟ 1. كم جزيئة ماء يخرج نتيجة هذا الارتباط؟ 3 جزيئات. تمام؟ عند الحلمها يعني عند التفكيك ترجع جزيئة الماء تشبع الروابط هون وبتفكك، هذا حمض دسم وهذا جليسيرول. فهمناها؟ إذن هي فكرة تشكل الحموض الدسمة، تشكل مين؟ عفوا الدسم البسيطة. تذكروا هون قلنا قبل شوي انه الحموض الدسمة اما ان تكون مشبعة، اذا كان الحمض الدسم فالدسم شو بيصير؟ صلب. الزبدة صلبة ما؟ ما هيك؟ نعم. وبالدرجة الحرارة العادية طبعا. والغير المشبعة، اذا كانت الحموض الدسمة غير مشبعة، عرفنا شو يعني غير مشبعة مو هيك؟ فإنها تشكل دسما سائلة في درجة الدرجة العادية من الحرارة. زيت، زيت الزيتون هو سائل. فمن هون عنا فكرة تحويل الزيوت النباتية إلى سمنة نباتية، وهي العملية اسمها الهدرجة، وهي تعني إشباع روابط الكربون الثنائية في الحموض غير المشبعة بالهيدروجين. إشباع يعني تحويلها إلى دسم أو حموض دسمة مشبعة، وبالتالي تصبح صلبة، وهكذا نحصل من الزيوت النباتية على سمنة نباتية، وهي عملية الهدرجة. إذن الزيوت السائلة حموضة غير مشبعة، أما الصلبة فحموضة مشبعة. وهي فكرتنا اليوم إن شاء الله عن الدسم، ومنكمل بالدسم المعقدة والستيرويدات. وهلأ شكراً لكم.